عشان بس بعض مديرين السيفتي اللي يعني ايه ساعات بيطرحوا كده اسئله يعني ايه تعجيزيه لبعض الناس يعني في الانترفيو، بيقول لك امتى يبقى مسموح لك انك تتجاوز حد الحمول الامنه المقرر ليها في جدول الاحمال. طبعا كلمه واحده، يعني احنا ما ينفعش نتجاوز حد الحمول الامنه اللي هو الاس دبليو ال الموجود في جدول الاحمال الخاص بالكريم الا عند الاختبار. لو انا اثناء الاختبار سواء البروف تيست او فاكشن لود تيست ويكون تحت اشراف الشخص المختص سواء بقى ثيرد بارتي او سواء الشركه المصنعه، يعني الكين ده عشطن، انا ما تجاوزت حد الحموله الامنه بتاعته غير عند الاختبار، وهو بيتم اختباره مثلا بنسبه 100%، يعني اول الاختبار بتكون بنسبه 100% 10 طن، بعد كده 125%، سوري بعد كده 110%، بعد كده 125%، بعد كده 140%. هتقول لي 140% دي جت منين؟ دي طبعا الكلاينت ريكويرمنت ويتم الموافقه ليها من خلال المصنع نفسه من خلال سهل كريم، تمام. والاختبار بيشوف القدره او التحمل بتاعنا، بيشوف الديفليكشن، بيشوف الحركه والسرعات بتاعتنا، كل ده بيتم من خلال مين؟ الشخص المختص، بيكون مندوب من المصنع اللي هو سهل كرين والثيرد بارتي الشركات المعايره يعني اللي هي زي عندنا هنا دلوقتي مثلا كيو في. ادي الموضوع ببساطه. يبقى اما يسالك السؤال ده او من وجهه نظره ان ده سؤال بص اللي هو يعني فشخ الدنيا، لا ولا حاجه يعني، اثناء لا الاول هتقول له لا يتم التجاوز الا اثناء الاختبار تحت اشراف الشخص المختص وموافقه الشركه المصنعه. ادي الموضوع ببساطه. شكرا.